أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وتحت رعاية سمو الأميرة بسمة بن طلال يقام مؤتمر طب الأسنان 24 ابتداء من يوم غد لأربع أيام، ويحمل شعار طب الأسنان إبداع وتميز. حول هذا المؤتمر المشاركين في أوراق العمل المقدمة بسعدنا يكون معنا بالأستوديو نقيب أطباء الأسنان ورئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم الطراوني، أهلا وسهلا فيك. والدكتور عزمي دروزة رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر، والدكتور أحمد عبد السلام حمدان رئيس المكتب الدائم للمؤتمرات، أهلا وسهلا فيكم. يعني أنا مع ثلاث رؤساء. أهلا وسهلا فيكم. أبدأ معك دكتور إبراهيم كرئيس للمؤتمر ونقيب لأطباء الأسنان، نحكي عن هذا المؤتمر، هو رقم 24. نعم. المرة الـ24 كمان بيصير في الأردن ولا كل مرة؟ نعم. في بلد؟ نعم. صباح الخير إليك أخت نسرين ولجميع السادة المشاهدين في بلدنا الحبيب الأردن العزيز وفي أنحاء الوطن العربي. حقيقة نحن في نقابة أطباء الأسنان الأردنيين من أولى النقابات العربية التي بدأنا بتنظيم المؤتمرات، وبحمد الله وصلنا أن نعقد الآن المؤتمر 24 الدولي الأردني تميز وإبداع. تميز هذا المؤتمر لأننا يعني أردنا أن يكون له بصمة خاصة من خلال أوراق العمل التي راعينا أن تكون يعني تتحدث عن ما هو جديد وحديث في طب الأسنان. نفخر في نقابة أطباء الأسنان الأردنيين وفي مهنة طب الأسنان بشكل عام في مملكتنا الحبيبة بأننا أصبحنا يعني نضاهي الدول المتقدمة والدول المنطقة، وهذه ليست شهادة لأن نقيب لأطباء الأسنان، ولكن حقيقة لدينا كفاءات علمية مؤهلة ومدربة، وأصبح لدينا أيضا عيادات ومراكز مؤهلة. للعودة لمؤتمرنا، هذا المؤتمر يعقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة بسمة بن طلال التي وجه لها كل الشكر والتقدير على قبولها وتفضلها برعاية هذا المؤتمر. راعينا أن يكون هنالك عدد كبير جدا من المحاضرين الأجانب والعرب، لأننا نريد أن نوصل المعلومة الحديثة لزملائنا وأطبائنا على أرض مملكتنا الحبيبة. راعينا أن يكون هنالك معرض، وبحمد الله نجحنا أن يكون أكبر معرض بتاريخ المؤتمرات الطبية والمؤتمرات الطبية الأردنية بشكل عام وطب الأسنان على هامش هذا المؤتمر. يشارك بهذا المعرض أكثر من 52 شركة ستعرض أحدث مستجدات ومواد طب الأسنان على مساحة تقارب 1000 متر مربع. سنطبق في هذا المؤتمر ولأول مرة احتساب ساعات التعليم الطبي المستمر إلكترونيا حتى نرصد هذه الساعات لجميع مشاركين المؤتمر، لأننا بدأنا قبل انعقاد هذا المؤتمر ومنذ 10 أشهر بتعديل قانون وأنظمة نقابة أطباء الأسنان الأردنيين، لأننا نعتقد دائما وأبدا أن التطور والحداثة يجب أن يرافقها ويزامنها تطوير القانون والتشريعات الناظمة لهذه المهنة. وحتى نتواءم مع ما قدمنا لزملائنا من تطوير، لقد بدأنا بتطبيق هذا النظام من مؤتمرنا، بحيث سيحتسب ويرصد هذه الساعات إلكترونيا لكل زميل وزميلة مشارك. طيب جميل. وإحنا في طب الأسنان وفي الطب بشكل عام يعني الأردن من أوائل الدول، مش بس يعني في المنطقة، يعني حتى صحيح. في العالم. صحيح. بنواكب الحداثة. صحيح. في تقديم الخدمة العلاجية المتميزة. صحيح. الآن أحب دكتور عزمي تحكي لنا عن عناوين الأوراق العلمية للمشاركين، وأيضا للي حابين يشاركوا، هل في مجال مثلا لأطباء أردنيين ممكن يسجلوا ويشاركوا أيضا في تقديم أوراق علمية؟ طبعا. صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين. بداية بدي أتحدث أنه هذا فعلا مؤتمر دولي، لأنه بيشارك معنا في 22 دولة طبعا بخلاف الأردن، وهذا عدد يعني طيب جدا. بالنسبة لأوراق العمل، في عندنا مجموعة حوالي 114 ورقة عمل بتغطي جميع علوم طب الأسنان، لكن لأنه الاتجاه الحديث
في طب الأسنان ويميل أكثر باتجاه طب الأسنان التجميلي وباتجاه زراعة الأسنان. ففي عندنا كمية لا بأس بها من أوراق العمل والمحاضرات والندوات أيضا المقامة حول هذين الموضوعين. بخصوص المشاركة، طبعا المشاركة مفتوحة لجميع الزملاء في الأردن المسجلين في النقابة وحتى لغير الأردنيين، في عندنا ضيوف جايين من خارج الأردن غير الأردنيين المقيمين مقيمين، وفي ناس غير أردنيين يعني مش ما عندهوش أوراق عمل، هم جايين للمشاركة للحضور في هذا المؤتمر. ويمكن كان لفتة كريمة من مجلس النقابة أنه عمل السنة هاي خصم جيد للطلاب طب الأسنان وللطلاب والأطباء الجدد، نعم. فبالتالي حتى نوسع قاعدة المشاركة وما تكون الكلفة المالية هي عقبة في المشاركة في هذا المؤتمر. يعني التركيز أكثر أو عناوين الأوراق العلمية اللي راح تكون مقدمة هي على التجميل أكثر، وهذا اللي نعم تجميل وزراعة الأسنان. زراعة الأسنان. ولكن يعني برضو في عنا في جميع النواحي، في عنا في الجراحة، في عنا في أكيد طب بس الفم، في عنا في اللي بهم الناس هلأ صار أكثر التجميل، يعني الكل صار عم بيروح بهذا الاتجاه. صحيح. التبييض، الزراعة، الستراس، الأمور العديدة يعني اللي الآن نعم. خصوصا السيدات عم بيسعوا لها. طيب دكتور أحمد، يعني كرئيس للمكتب الدائم للمؤتمرات، شو دوركم؟ وكمان حابين نعرف على هامش المؤتمر، يعني شو في ترتيبات مثلا لزيارة، احنا بنعرف انه في سياحة، نوع من السياحة كتير مهم هي سياحة المؤتمرات، ناس كتير بتشوف العالم من خلال المؤتمرات مش بقصد انهم يروحوا يعملوا سياحة في هذا البلد. فشو ترتيباتكم انتو كمكتب على هامش المؤتمر لحتى تاخذوا الزوار تفرجوهم الأردن؟ أول شيء صباح الخير إليك ستي ولكل المشاهدين. وظيفة المكتب الدائم للمؤتمرات هي تنظيم المؤتمر بشكل عام بالتنسيق بين الجانب العلمي والجانب الاجتماعي والجوانب الأخرى المتعلقة بالمؤتمر، والإشراف على كل ما يتعلق في المؤتمر من نواحي تنظيمية. المكتب الدائم ساهم من خلال يعني من خلال علاقة وثيقة مع مجلس النقابة ومع اللجان المختلفة الموجودة بالنقابة بتنظيم المؤتمر، وإن شاء الله أنه نستطيع إخراجه بأبهى صورة. على هامش بالإضافة للجانب العلمي، الجانب العلمي بشكل جزء الأهم من المؤتمرات بشكل عام، لكن زي مثل ما تفضلتي في الجوانب الأخرى اللي بتساهم في إنجاح المؤتمرات، مثل ما تفضل عطوفة النقيب، المعرض، الجوانب الاجتماعية، وفي ترتيبات لعدة زيارات لمناطق مملكتنا الحبيبة المختلفة، حتى ارتئينا في هذه المرة انه يكون في زيارات حتى نساعد الناس انها تكتشف المناطق الجديدة. ضانا، أم كيس، طبقة فحل، راح تروحوا على ضانا؟ لا راح ناخذ ضيوفنا، يعني رتبنا برامج اجتماعية لضيوفنا. حلو. على مناطق مختلفة من المملكة بالإضافة للبتراء، لجراش، للبحر الميت، مادبة، المغطس، يعني ضيوفنا راح يحسوا انهم اجوا استفادوا من الجانب العلمي وشافوا الجوانب الأخرى اللي بتتميز فيها مملكتنا الحبيبة بالإضافة لل منيح. يعني عادة الناس مرات بياخذوا الضيوف المؤتمر على محل أو محلين، يعني أنتوا عاملين ببرنامجكم في عدة أماكن مختلفة كمان، شمال، جنوب، وسط. يعطيكم العافية. طيب النتائج اللي متوقع أنه يخرج منها أو التوصيات المتوقع يخرج منها هذا المؤتمر، يعني إذا سمحتي لي بس أحكي بنقطتين اللي هم أنا دعيت على المؤتمر بصفة رئيس المؤتمر جميع النقباء، زملاء النقباء العرب، فسيشاركنا في هذا المؤتمر 19 نقيب ورئيس جمعية عربية. هي أول مرة؟ ليست أول مرة، ولكن أول مرة بهذا العدد سيكونوا موجودين معنا. سنعقد على هامش المؤتمر اجتماع لاتحاد أطباء الأسنان العرب. من التوصيات اللي إن شاء الله سنعرضها على هذا الاجتماع أن يكون لدينا خطة عربية لطب الأسنان لاعتماد ساعات التعليم الطب المستمر، لإمكانية الحديث عن توظيف وتشغيل زملائنا الجدد اللي ممكن يكونوا الآن عاطلين عن العمل، وفي بعض الدول المجاورة هم يرغب ويحبذ دائما الطبيب الأردني لكفاءته وسمعته الطبية، فهذا ممكن أن نجد له آليات لنساعد زملائنا بهذا الجانب.
الأمر اللي تطرقنا له اللي هو ساعات التعليم الطبي المستمر وإمكانية اعتمادها لدى النقابات، لأنه في كثير أطباء أسنان أردنيين يعملوا بدول الخليج. نريد أن تعتمد هذه الساعات لدى نقاباتهم لأنه هذا بيساعدهم كثير. بس شو الميزة النسبية دكتور لهذا المؤتمر عن 23 مؤتمر السابقين؟ حقيقة أنا بدي أشكر كل من قام على 23 السابقات، وبالمناسبة هاي حتى دائما نعطي الفضل لأهلي ونقول أنه إحنا أطلقنا على مؤتمرنا تميز وإبداع، لأنه بدأوا الأوائل بهذه المؤتمرات والأيام العلمية ووصلنا نحن لنتميز ونبدع بهذا المؤتمر. وعملنا على هامش الافتتاح تكريم لرؤساء المؤتمرات السابقة، سيكون من قبل سمو الأميرة تكريم لجميع النقباء السابقين اللي هم كانوا رؤساء للمؤتمرات لوصلنا إلى هذا المؤتمر لنتميز ونبدع فيه. يعني بعتقد أنه نقلنا المؤتمر نقلة نوعية مثل ما تفضل أستاذنا الدكتور عزمي بموضوع الأوراق العلمية المقدمة من زملائنا الأجانب. نقلنا المؤتمر ليصبح دولي بعدد الشركات وعرض أجهزة مواد طب الأسنان لأول مرة ستعرض في المؤتمرات الأردنية، ونقلناه من حيث أيضا العدد، سيكون هنالك عدد من الأخوة العرب مشاركين في المؤتمر بشكل نوعي. الجانب الثاني اللي هو جانب اجتماعي، وهنا اسمح لي أني أقدم الشكر لمعالي الأخ والصديق وزير السياحة الدكتور نضال قطامين، لأنه تساهل معنا بشكل كبير جدا. عملنا لهم اليوم الأول سيكون لهم إن شاء الله لقاء في المدرج الروماني لجميع الأخوة العرب والأجانب، وفي جبل القلعة حتى يتعرفوا على عمان ومناظرها الجميلة. في اليوم الثاني راح نكون في البحر الميت إن شاء الله في فندق الكمبينسكي، والأجانب مثل ما تفضل أخوي الدكتور أحمد عملنا لهم رحلة كان جزء منهم يطلب ضانة بالاسم حقيقة، ووادي رم، وإن شاء الله كمان على أم كيس وطبقة فحل. وسيكون هنالك أيضا لهم يعني تور في عمان والمناطق القريبة جرش، واللي بنقدر إحنا خلال الثلاث أيام أنها نوصل لهم، لأنه بنعتقد أنه علينا واجب أيضا وطني في أنه ولا يقل أهمية، ولا يقل أهمية عن الجانب العلمي، لأنه كثير من الناس مثل ما تفضلت بيجوا يشوفوا المؤتمر ولا على هامش وبيزوروا الأماكن السياحية اللي احنا بنقدر. طيب بما أني أنا في حضرة أطباء أسنان، يعني حابة دكتور عزمي نتعرف على شو جديد طب الأسنان خصوصا الجانب التجميلي. بما يعني المؤتمر حقيقة سوف يحاضر معنا من محاضرين من أشهر المحاضرين العالميين في موضوع طب الأسنان التجميلي من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يكون لهم محاضرات عدد ساعات لا بأس بها. هيكون لهم كمان دورات تطبيقية عملية في خلال على هامش المؤتمر. احنا بدأنا من اليوم رغم أنه المؤتمر فعليا سوف يبدأ بكرة، لكن احنا بدأنا ورشات عمل ودورات تطبيقية من اليوم وفي بكرة وفي كمان يوم السبت، إنما مجموعة حوالي 14 دورة نأمل أنها تنعقد إن شاء الله. في منها جزء كبير أو جزء لا بأس به بطب الأسنان التجميلي وفي زراعة الأسنان. يمكن أنا مش مجالي طب الأسنان التجميلي، لكن ما اطلعت عليه في الأوراق يعني أسماء كبيرة حقيقة ومعلومات حديثة وقيمة. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر زي النجاحات اللي حققتوها في 23 مؤتمر في السنوات السابقة. بدي أشكرك دكتور إبراهيم الطراوني نقيب أطباء الأسنان ورئيس المؤتمر، الدكتور عزمي دروزي رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر، والدكتور أحمد عبد السلام حمدان رئيس المكتب الدائم للمؤتمرات. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. كملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا.